السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة بتكلم عن الطموح وعدم اليأس. في بعض الناس بتقول أنا مش هقدر، ده صعب ومستحيل، ده مش ممكن، وأنا بقول لا، ما فيش حاجة اسمها صعبة ومستحيلة. بالتأكيد الناس المحيطة بينا بتأثر علينا. يعني مثلا لو أنت عندك هدف وعايز مثلا تحققه، لو الناس المحيطين حواليك بيشجعوك عليه وبيساعدوك فيه، ويبقى دولت بيتمنوا لك النجاح، ودول ليهم فضل عليك ان هم عايزينك تبقى انسان ناجح. لو بقى ان الناس المحيطين بيك عواقب قدامك بيصعبوا لك الفكره، بيقولوا لك لا، وانت مثلا عندك الهدف بتاعك، بيقولوا لك مثلا لا ده مش هتقدر تعمله خالص، ده صعب جدا، ازاي مش هتعمل كده، ويفضلوا يحطوا لك حاجات ان انت مثلا ما عندكش امكانيات. وانت بعد كده هتبتدي ان انت برضه تجيب دور لنفسك، هتبتدي برضه ان انت برضه تجيب اعذار بعد كده لنفسك. لما هم يقولوا لك كده، انت لو انت سمعت كلامهم هتبتدي ان انت تجيب اعذار لنفسك، تقول اه فعلا ده انا ما عنديش امكانيات كافيه للحاجه ديت. فانا بقول لك تعمل بالامكانيات الكافيه اللي عندك، حتى لو الامكانيات بسيطه، المهم ان انت تبدا. المهم لو انت بدات هتكمل، حتى لو الامكانيات بسيطه ممكن بعد كده تسيطر عليها. يعني انا مثلا من شهرين ونص كان اتصورت مجموعه من الصور، بس هو مش ده هدفي. يعني كنت متصور مجموعه من الصور انا والاسره، فما كنتش عارف احفظها ازاي، كنت بفكر ان انا احفظها في فيديو يعني من الصور. والتصوير كان بالموبايل، العادي. فاخر حاجه بحثت على جوجل، كان في النت، بس ما كنتش عارف اي حاجه في النت، كان في النت بس ان انا ادخل بس على صفحتي بس في الفيسبوك وببحث بس في جوجل كده وخلاص. لكن لما عملت الفيديو ده اللي هو معروض قدامكم على الشاشه ده، بعد ما عملته واتعلمت كمان ان انا اعمل عليه برده دخلات، يعني كل فيديو وكل قصدي صوره ما بين الصوره والتانيه، كل صوره يبقى ليها فتحه للتانيه، يعني مثلا مره بنجمه، مره بقلب، مره بمكعبات، مربعات. واحدد كمان وقت المشاهده لكل صوره. فبعد ما عملت الفيديو ده لقيت ان كان شجعني ان انا اعمل فيديو تاني بعديه، وفعلا عملت. وبعدين قلت ده في ناس كتير بتنزل فيديوهات على اليوتيوب، ففكرت قلت ان انا برضو ممكن انزل برضو فيديوهات على اليوتيوب. وانا ما كانش عندي حساب على جوجل، فعملت على جوجل حساب وعملت قناه على اليوتيوب وبدات انزل عليها الفيديوهات. طبعا مش اليوتيوب بس اللي انا بقيت عرفت فيه يعني في الشهرين ونص ده، في حاجات كتير جدا. يعني مثلا عملت حسابات على حاجات تانية، يعني مثلا تويتر وانستجرام وحاجات تانية. وطبعا مش هو ده هدفي، انا لسه عندي اهداف تانية، ده كان مجرد تسلية بس، بيبقى يعني تسلية يعني ليا، وانا هدفي غير كده. انا بس بتكلم يعني عن الناس اللي هم عايزين يحققوا اي هدف، ان هم لو في اي ناس يعني بتحاول ان هي تمنعها يعني عن الهدف، او ان هي مثلا يعني بتحط لها يعني صعوبات، بتقول لها لا مش هينفع كده، فانا بقول لا، لازم يبقى عندك ثقة بالله وثقة بنفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت الدعاء.